الدرهم الجديد في المنطقه. ولكن بنات اليوم مفاجأة في ليزار، كاينين ربعة البياسات ب 150 درهم، كاين ليزارة الغطا والعبار مترو 80، كاين ليزارة الغطا، كاين جوج مخدات، وكاين ليزار ديال لاستيك. شفتوا هذا ب 150 درهم، 180 درهم، هذه 180 درهم، هذه 180 درهم، وهذه 150، وهذه 120 درهم. البنات غادي ندوزو ان شاء الله الكوات، ودائما الجديد فوطه ديال البحر كبيره، اييه، وب 100 درهم، وب 100 درهم فقط، وفاس فوطه وفاس مبرع على حساب الرمله، زادوا 10 درهم، اييه. هذه ب 70 درهم والاخرين ب 60 درهم. وكاين البنات عندكم هادو البنات، كاينه الكبيره وكاينه الصغيره. شنطه بنتها بغيتي تاخذي الكبيره بوحدها تاخذها، بغيتي الطابي اليوم ان شاء الله متوفره عند زيناموض. الناس يطلع هاد الكيسان ب 65 درهم، 6 18 بحال اللي قلتي 19 بياسه ب 200 درهم، 19 بياسه هنايا ب 4000 ريال، 200 درهم. كاين هذا الشكل تيجي ان شاء الله، كاين جافيل ضد الحساسيه، وهذا البيض كاين هذا ديال جوج طرق كيمشي ب 14 درهم، ودير 4 هاتي نظفها لمدة 6 شهور قلتي كتبقى شهور. هاد القرعة هادي كتخويها مرة كدير لك 6 شهور ب 25 درهم، هاد القرعة 6 شهور كتخلي لك لاماشين ديالك كتحيد داك الكالكير. عندنا بلاكارات من الام دي اف يخدم ليهم الاثاث والاخشاب كاملين. صافي البنات هذا درهم، الطويبلة هادي ب 120 درهم. اهلا وسهلا متابعي قناه العثمانيات، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. ان شاء الله دائما كل اسبوع الجديد والهوته عن زيناموض. اليوم ان شاء الله الطلب المتابعات غندير لكم جوله في البليصه ديال المعنات. ان شاء الله كاين الجديد دائما في الكوات وفوطات البحر ان شاء الله. المحل يتواجد بالفيدير الدار البيضاء أنفاس، انا راه خليت لكم الطريق في اخر الفيديو. أنفاس مع مقاطعه الصخور السوداء البنات، الصخور السوداء محطه المسافرين كاينه الفوق، بالنسبه للناس اللي ما تيعرفوش اللي يجوا يعني خارج كازا، محطه المسافرين مقاطعه الصخور السوداء أنفاس معها المحل. الناس اللي غادي يجوا في الترام غادي يهبطوا ان شاء الله في محطه الياسر، وغادي يتقابلوا مع المقاطعه وغادي يدخلوا ان شاء الله. قبل ما نبداو البنات نبداو بالصلاه والسلام على الحبيب المصطفى ونبداو. السلام عليكم. كي دايره اختي ناديه؟ لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. امورك مزيان؟ الله يبارك فيك. كلشي على خير الحمد لله. وكنقدم التحيه للمتابعين ديالنا، الله يقوي جيش العثماني يا ربي امين، يا ربي تقوي. وشكرا للبنات على المعامله وعلى كلشي، وراه اللي راه عطاه ديما كنعطي النيميرو ديال التليفون ديالي. الحمد لله ما كاين حتى شي شكايه، الحمد لله الحمد لله. اللي عنده شي شكايه ولا دار شي حاجه في قلبه يتصل بيا مباشره. تنشكرك انا دي اختي على هذه المبادره اللي خدمتي معنا، الحمد لله. وحتى السيده اللي كانت كتبت لي راه تواصلت معكم، اللي قالت لك المنطاس ديالها تيطلقوا الخمله راه تواصلت معكم. البنات كاع اللي كان عندهم شي مشكله تواصلوا مع اختي ناديه. واحد السيده راه تواصلت معايا قالت لي هي كتقضى ديما من عندنا، تقضات عندنا في عبد المؤمن قبل ما نجيو هنايا شي 6 شهور دابا باش تقضات علينا. قالت لي واحد الكوفر لي راه حتى جبدتو لقيتو بلا مخده، واحد المشكل ياك، راه صيفط ليها اوديو هي كتسمعني. قالت لي راه غادي نجي لعندك. قلت لها ملي ان شاء الله تجي، قلت لها اجي نعوض لك ونجي لك ما كاين حتى شي مشكل. مرحبا بالبنات وكنشكركم. هذاك الشيء اللي كاين، اي مشكل اي حاجه ضراتكم كتبوا لنا في التعليق وحنا غنشوفوا الحل ان شاء الله. الحمد لله. هضرنا على الحمام وجاب الله الحمام، وهضرنا على العراسه البنات العريسات نوض والعريسات، رانا فرحانه لكم بزاف. الله يجعل ربي يتمر لكم ويكمل يا ربي عليكم أمين. بخير، الله يكمل على وليدك توا بالخير ان شاء الله. انا يا اختي الله يكمل على وليدك توا بالخير ان شاء الله. ولدي كانوا كيوجدوا كنقول لهم شوفوا راه غادي تجي، غاتجي ان شاء الله، راه سبحان الله شتي وجدتوا وتا الاخر لحظه وطلقوا لكم اييه حتى الاخر لحظه والحمد لله. صافي اوكي، عرفتي البارح ما نعسناش والله. الاسبوع الجاي ان شاء الله وعدتني زينب قالت لي غادي ندير واحد الحلقه ديال العريسات ان شاء الله. غادي نديرها بهذه المناسبه العريسات والكادوات ان شاء الله ان شاء الله. اللي غتشري العروسه الراسه والعائله ديالها الا بغات تجي تقضى، اللي خاصها شي حاجه نعطيوها ليه. مرحبا. واليوم كاينه الشنطه نجيبوا لها فران، اللي باغا تشري لها ميكرو نجيبوا لها ميكرو، ان شاء الله اللي بغات شي حاجه نجيبوها ان شاء الله. الله يعطيك الخير اختي ناديه، الله يكمل عليهم بخير يا ربي امين. المسلمين كافه اجمعين اللهم امين، الله يسهل على البنات كامل. هذاك الشيء اللي كاين اختي ناديه. نبداو ان شاء الله قبل اي لا كاين. وعاوتاني واحد النقطه، الناس اللي هاد السيمانه
تعطلوا عليهم لا ليفغيزون ديالهم اللي خارج كازا اللي في كازا راه ساعه كتكون عندها السلعه راه اللي تكوموندي في كازا من بعد ساعه تكون عندها السلعه في دارها كازا كامله. والناس اللي خارج كازا راه كان واحد المشكل في الشركه راه ما كيسمعوني وعرفوه وكلهم راه السلعه ديالهم كاين اللي وصلاتو البارح كاين اللي وصلاتو البارح كاين اللي اليوم راه السلعه ديالهم في الطوموبيل غدا اللوكس ان شاء الله. الشركه ديالكم حاجه خارجه على الاراده ودابا هاد الشركات راه ما بين 24 و 48 ساعه ان شاء الله ان شاء الله ما كانوا في المغرب ان شاء الله يا ربي فهمتي. وكانت شي حاجه ولا شي ريكلاماسيون يتصلوا بيا الرقم التناديه مكتوب في صندوق الوصف حيت كنكتب لكم الارقام تاع البنات في الفيديو رقم التناديه مكتوب في الوصف لاي مشكل هي مولات المحل اي حاجه عندكم تواصلوا معها ولا تواصلوا معايا انا في التعاليق راه اي تعليق البنات كتبتوه راني واخا ما تنجاوبش عليه راني تنديرو بعين الاعتبار من غير التعاليق اللي كيقولوا لي كذابه هما تيشوفوا كل شيء على عيني انا علاش غنكذب عليكم نصور لكم ونضربوا تماره انا للمحل ونكذبوا عليكم حنا تنوريو السلعه ديالنا باش نبيعوها وانتم تستافدوا كل شيء يستافد. شوفي اختي والله يكمل بالخير نديرو حنا كنطلبوا من الله دائما اللي حشمنا معاه يا ربي امين. حنا عندنا الثقه في نفسنا لا بالنسبه لاخت لطيفه ولا بالنسبه الحمد لله الحمد لله اختي نادي انا مأكده مليون في المئه باش عندي مصداقيه في العمل ديالي الحمد لله وانا معروفه بها الحمد لله. واللي عنده شي مشكل يتصل بينا حنا ما خاسرين والو هذاك الشيء اللي كاين اللي عنده شي مشكل يتصل بينا ديريكت هذاك الشيء اللي كاين اختي حنا ديما عندنا ان شاء الله دائما عندنا تيحلوا طيله الاسبوع البنات ما تيسدوا حتى شي نهار من 10 ديال الصباح ل 8 ونص ديال 8 ديال العشيه ونبداو ان شاء الله ونبداو ونتوكلوا على الله يلا اللهم يسر غادي نبداو ان شاء الله اليوم بالجديد أيه. هما المخدات اللي لقاو استحسان بالنسبه كل مره كتجي كيجي كل مره تجيب لنا شكل ودائما الاثمنه في المتناول اللي قد على شي حاجه الله يسهل عليه. شوفي هذه كيفاش دايره وشوفي الثوب ديالها كيفاش رطاب ديما كنقولوا لي تبروري ديما التبروري سميتو اختي ناديه هادو 80 درهم وجوج ب 130 درهم 80 درهم الوحده وجوج ب 130 درهم فيهم اللوان فيهم اللوينات فيهم هاد اللون فيهم الغوز فيهم الموف ها هو الموف والغوز والغوز فيهم جوج اللوينات جوج اللوينات ندوزو ان شاء الله الجديد في المنطقه باش ندوز لكم المويعنات ان شاء الله ندوز لكم يعني دائما الجديد بقاو معنا البنات راه كاينه الهميزه كاين ما يدار ما تنساوناش البنات غير تجيو في بارطاج هما ديما هما اللي هما كيحبوني انا عارفهم كيحبوني حيت انا كنحبهم كاملين كيحبوني الله يعطيك الخير قبل ما تسكريني دير لايك ديما لايك 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 الغرامه الغرامه كي خلات انا بهيجه اختي يلا نبداو ان شاء الله المنطقه اليوم 100 درهم الجديد في المنطقه ولكن راه خفيفه المنطقه الخفيفه ديال الصيف دابا ان شاء الله هانتوما ايه هذه 100 درهم كاين هذا اللون هذا كاين هذا اللون هذا هذا الازرق هذا بالبيج ايه كاين هذا كاين الغوز كاين هذا الغوز 100 درهم 100 درهم فقط تبارك الله الفيديو اللي فات لي زور ما شاء الله الناس جاو تقداو البيجاما ما بقاتش ما شاء الله كان فيديو زوين 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 انا قلت لك ايه جاو المكنسيه صحاباتي كنوجه لهم التحيه تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله 100 درهم دائما البنات المانطا ولكن لي زار كان تيحمق داك الاسبوع لي زار كان تيحمق داك الاسبوع ايه هذه حتى هي هي هذه خفيفه وتجي حتى غطا هذاك فراش اييه وهذا اللون هذا حتى هو زوين هذا 100 درهم الوان زاكينه اييه الوان لطيفه وليت معروفه بهم هذا اللون هذا حتى هو 100 درهم ثوره كبيره اييه ما شاء الله الورود هذه بحال داك الكويت الزرق اللي كنا دوزنا ديك السيمانه اييه المنطقه ديالها غادي ندوزو لواحد المفاجاه اللي عندنا هذا يزار واحد المفاجاه اليوم اربعه ديال البياسات في ليزار 150 درهم لاستيك والغطاء وجوج ديال المخاد 150 درهم فقط يزار بربعة البياسات ب 150 درهم فقط هادشي راه ما كانش في راسي البنات راه تنجي لقيتها قاده مصف اييه هذا كنا شفنا داك الاسبوع يزار كوات في الازرق ودابا اييه انا غنشوف لك الثوب انا كنت كنصحبته مانطا اييه الثوب زوين هذا من داك الثوب المشمع اللي تيتصبن عاد تيرطاب
في هذا اللون. اييه مرتبره وما كيجيو راه قلبوا راسهم. اييه شافوا راسهم وقال لك راس السلعه احسن من التصوير. الله يعطيهم الخير ويعطيك الخير اختي ناديه. هذا دابا هذا ليزار بشحال؟ 150 درهم. هذا ها واحد فيه ديال الغطاء. اييه وفيه جوج ديال المخاد. اييه هانتوا جوج ديال المخاد بغشاوات ديالهم. غشاوات ديالهم جوج ديال الجويان. وعاد ليزار الفراش والعبار متر و80. هذه هي المفاجاه. متر و80 على جوج متر. إزار فيه ربعة ديال البياسات ب 150. إزار بلاستيك جوج مخدات وليزار الغطاء ديال الغطاء. تبارك الله ما شاء الله. في غير هذا اللون؟ هذه هي المفاجأة ديال المتابعين. لا فيه الألوان. أعطيني الألوان اللي فيه. نات اللوينات اللي فيه هذا الماغو هذا فيه حتى الأزرق اللي كنا دوزنا ذاك الأسبوع كوات. كاين هذا اللون هذا. كاين هذا اللون اللي عند اختي نادي هذا الشكل هذا ها ليزار ديالو. البنات الثوب ديالهم زوين خصو يتصبن باش يرطب. فيها هذا المرتديله هذا اللون هذا. كاين هذا اللون هذا ها انتم اللوينات اللي فيهم ها انتم الشكل. وكاين هذا الماغو هذا هذا تيمشي ربعة البياسات ب 150 درهم. فيه واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة اللوينات. فيه ستة ديال الألوان. وندوزو الموديل آخر إن شاء الله. البنات غادي ندوزو ان شاء الله الكوات ودائما الجديد. هادو ديال الصيف. واحد المتابعه كتبت لي شنو هي تيكستورا. تيكستورا هي اسم كوات بالاسبانيه. هي اسم كوات بالاسبانيه. ها نتوما دوفاس. هذه خفيفه ديال الصيف. اييه المطلسي ديالها كيفاش داير. دابا حنايا راه ولاو للمتابعين عارفين السلعه ديال زيناموت. يعني ما بقيتش كنقول لكم ها كيفاش ها كيفاش لان نفس السلعه تيتبدلوا غير اللوينات. هي هذه تتمشي ب 200 درهم. العبار متر و60 متر و80. اييه متر و60 متر و80 اللي كتكون كبيره كتكون هابطه. انتم يبان لكم الفرق غير في التفريشه لان هنا عندنا الطبله فتقريبا 2 متر. جوج متر هذه غتجي متر و60 متر و80 200 درهم. نشوفوا اللوينات اللي فيها. فهاد اللون هذا كاين هذا القصبي هذا وفي هذه الوريدات هكا في الابيض. دائما 200 درهم. العبار ديال متر و60. انا تنقول العبار البنات كتقولوا ما كتقوليش العبار. تنقول لكم العبار غير تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهموا كل شيء اللي فيه. هادو 200 درهم. كاين هذا اللون. عطيني اللون الاخر. العبار متر و60 متر و80. كاين هذا الموديل هذا حتى هو. هذا يجينا حتى في بيوت البنيتات ياك اختي ناديه مع هذا الديزاين اللي فيه ديال راس المشيشه. ها نتوما دائما هذا فيه دوبل فاس وفي المخده المخده هي دوبل فاس. قلبي لنا مخده شفتوا مخده هي فاس هكا وفاس مطلسي 200 درهم. العبار متر و60. شوف لكم لون اخر حتى هو يجينا حتى في بيت البنيتات. اييك الناموسيه ديال متر و60. متر و60 راه حتى هي مزيانه. اييه دائما هذا 200 درهم. والمطلسي ديالو دائما دوبل فاس. المخده هي دوبل فاس. العبار متر و60 متر و80. شوف لكم لون اخر. الكوات اللي كنلقى ستي حسان داك لا فيديو ديال التاج. اييه اييه هو هذا. شفتوا البنات توبو اونتيطاج. واليوم جاو فيه لوينات جداد. هذا كيكون فيه دوبل فاس. فاس في لون وفاس في لون. قلبي لي المخده مريم. فاس واحد. المخده فيها فاس واحد وفيه اللوان. وشفتوا كيفاش داير. هذا رقيق وخفيف ديال الصيف وصحي بالنسبه للناس الحساسيه والوليدات. وفيه هذا الشويبي هذا. شوفوا معايا هذا الشويبي غزال. هذا فن. شوفوا معايا. وعليكم السلام ورحمه الله. اللون هذا اللون كنا شفناه ولكن هذا كان فيه تاج. أيه. شوفوا دابا الشكل اللي فيه. فيه فاس في الشويبي مع الاضاءه مجهده. شفتوا فيه هذا بحال بحال لارجونتي. أيه. وفيه هذا الشكل هذا حتى هو نفس الشيء. الثمن 230 درهم. هادو 230 درهم. شوفوا هذا اللون هذا حتى هو تيجي على هذا الشكل. زادوا فيه ثلاثه الالوان هذا الاسبوع. هذا الشيبي وهذا الموف. اييه 230 درهم. العبار ديالهم حتى هما متر و60 متر و80. مرحبا بك حبيبه ديالي. مرحبا مرحبا. ليزار اللي كنا دوزنا ذاك الاسبوع باش يعقلوا عليه هو اللي كان فيه الاصفر. هذا الاصفر حتى انا كنت وصيت على الاصفر. ما اييه انتما راه كتجيو كتقولوا لي اللي مشنف من مشنف الثوب ديالو خطير. و180 درهم و 80 درهم. 80 درهم. العفو يا بنات. وي 80 درهم. راه جا فيه هذا اللون هذا.
وتزاد فيه هذا اللون هذا اللي فيه هذا القهوه اللي فيه هذا اللي فيه هذا حتى هو جا فيه فهمتيني زوين بزاف. وهادو راهم جبتوهم كانوا ما بقاوش راكم جبتوهم. هادو البناتي زار ديال 3 بياس ب 80 درهم والثوب ديالو طوب. راه البنات اللي جاوا لقاوه راه شكروه قالوا لي العثمانيه طلع عطاك الصحه كيما وصفتيه الثوب ديالو واعر وغير 80 درهم. اللي عندها شي كومون تعاود رجع وندوزو ان شاء الله للموديل اخر. دائما في ليزور هادو 4 بياس، جوج ليزور ليزارت لاستيك وليزارت الغطاء وجوج مخدات. هادو ديال 200 درهم والعبار متر و60 والعبار متر و60 لان يكون عندهم تحت ايه. سامبل هنايا البنات شوفوا اللي عندهم المشكل ديال المضربه عاليه تما 30 كنحاول نجيبها اكثر من 30 اكثر من 30 تما دابا ولاو مضارب عاليين عالينا فهمتيني كيكونوا فيهم داك الغلاف ديالهم. ديما انا فين ما كنلقى اكثر من 25 حيت تجيبي العبار كيكون فيهم 25 ملي كنلقى اكثر من 25 كنقول راه غنحل مشكل المتابع ان شاء الله. الله يعطيك الخير. الليزار ما خصوش يجي في مضربه هنا خصو يجي تحت يجي ملمط به تجي ملمط به. المضربه راه ما كاينش اللي فايته 30 في العلم ان شاء الله هي 30. كاين هذا اللون هذا كاين هذا اللون هذا شفتوا كيفاش تيجي هكا كبير المخدات نشوف المخدات عطيني واحد المخده ها هي المخده الشكل ديالها كيفاش دايره حتى هي عندها هذا الكاش في الجنب تدخلي المخده هكا اييه وهذا الموديل فيه كل الوينات مفتوحين في هذا الكري هذا لا دابا في هذا الكري هذا الكري مع السياليه كيكون السامبل وديال الغطا ديما السامبل ديال الثاني سامبل والفوق هو السامبل ديال اييه كاين هذا اللون هذا سومو وكاين البيض هو السامبل اييه السومو هذا كاين هذا الفيغ وبارد شوفوا معايا مع هذا الورد والسامبل ديالو موف مفتوح وكاين هذا الشكل اللي كنا شفناه في ليكوات كبار شوفوا شوف ليزار حتى هو تيجي واحد مزوق واحد سامبل ايه راك باقا كويته راهي اييه راه الكويطه ديالو شفتوا هذا ليزار ها الكويطه ديالو وكاين شكل اخر اللي هو هذا هذا اللون هذا حتى هو وها السامبل ديالو كيفاش داير هادو 200 درهم العبار ديال متر و60 العبار ديال متر و60 شوفوا موديل اخر ان شاء الله البنات ان شاء الله غادي ندوز لكم الفوطا وموديلات بزاف بزاف وناديه اختي ديما كتفايلي علينا بشي حاجه كيجيب الله التيسير تفايلتي علينا بالبحر هذيك ماشي مالطا هذيك راه فوطا فوطا عندها فاس فوطا وفاس مبره اييه انا مولفه ندير لهم هكا ديال الحمام دابا دابا غندير لهم فحال هكا يمشيو للبحر ويحطوا فراسول ها انتم البنات فوطا ديال البحر وكبيره اييه وب 100 درهم وب 100 درهم فقط وفاس فوطا وفاس مبره على حساب الرمله اييه شفتوا فاس ديال المسيح وفاس ديال التشميشه ديال التشميشه و100 درهم وفيها بزاف اللوينات ان شاء الله ان شاء الله فيها اللوينات فين هذا الشكل هذا هادو 100 درهم فوطه ديال البحر ب 100 درهم كوكياج هنجيمات فاس مبره وفاس كاين الاحمر هادي فيها بزاف ديال الالوان اييه كاسيال اييه فيها هذا الاخضر هذا هادو الوان صيفيه اييه ديال البحر اييه الوان ديال البحر وهذيك البلومارين بالابيض كل واحد والذوق ديالو الذوق ديالو 100 درهم وها البحر البنات غيحلوا مرحبا بكم و100 الف مرحبا هذيك نفس اللون اييه نفس اللون 100 درهم فوطات ديال البحر فيها هذه عندها الغوص اييه بالنسبه للبنات الاولاد غتاخذ الوليد والبنيه تاخذ الغوز والزرق تاخذ الزرق تيخكوا ندوزو الفوطات الصغار عاد ندوزو ولا ندوزو ديال الحمام وندوزو الفوطات الصغار يلا ندوزو لهادو اللي كيكون فيهم 3 بياس ان شاء الله نداو فوطات الحمام ديال 120 درهم ها اللي بغيت انا ديال اختي شحال ما كان رخيص ياك ومع فيه داك مطروز بداك الدوغي الدوغي اييه رائع هادي شحال فيها 3 بياس كاينه فوطه كبيره هانتوما البنات اييه فوطه كاينه فوطه كبيره شهيكم في الحمام حلوا لنا الحمامات حلوا الحمام شهيت وتدابا انتوما غير شوفوا الفوطه وجمعوا الصاك صافي دغيا ديروا لايك وعلى وقفتكم ديروا لايك هانتوما البنات
بالفوطه كبيره ديال هذه ديال الراس، هذيك الشده عندك عجيبه ولا بغات تصدق ليا؟ بالصحه. هذه فوطه الوجه اهو، فهمتيني؟ الوجه اللي هي 120 درهم. 120 درهم نوريهم. وكثر الكبر هذه كبيره، لا هما كلهم اييه هادو كبارين. اللوينات اللي في هذا الموديل اللي فيه بحال شكل هذه الطرزه، هذه بالاحمر، فيها الترابي، اييه الترابي بالاصفر. زيدي كاين هذا الباج هذا الترابي بلون كاسي، اييه كاين تختلف الطرزه ياك، تختلفوا غير في هذاك الطرزه. كاين هذا السومو هذا، كاين الطرزه فيها السومو، كاين هذا الاورانج حتى هي، كاين هذا البوردو هكا حتى هي بنفس الشيء، كاين هذا الغوز في نفس الطرزه الاولى. انا قلت فيهم اربعه ديال الوان، اربعه ديال الوان. 120 درهم 120 درهم. نشوفوا هذه حتى هي، هذه حتى هي 120 بحالها، هذه مختلفه وسامبل لا حتى هي باش يعرفوا هو الفرق بيناتهم. بحال فيها ديال القطن على الوزن ديالها، الغرد ولا بالرقه كتاخذها غليظه وكتديها وما كتصدقش، ما كتمسحلكش. راه ماشي الغرد، شحال فيها هاد النسبه ديال القطن. نفس العبار، حتى هي عريضه. هادو بالنسبه للناس كتبغي اللون مفتوح وسامبل ما فيها لا طرزه لا حتى حاجه. لا بحال هاد اللون الا درتي وخرجتي من الحمام كيبان عليك الحمام، فهمتيني؟ كتبان لي شاعله. شحال مره كتمشي للحمام في السيمانه؟ شحال كتمشي عليا الحمام كنموت عليه. مع كورونا البنات ما تكثروش منه، خذوا الفوطه وعموا في الدار. سيروا الحمام غير مره في 15 يوم لا مره في السيمانه، الله يجعل البركه. كيدوش كل نهار هذاك الشيء اللي كاين. حتى الفوطه الصغيره كبيره، هذا لا كبيره، هذا الفوطه الصغيره ديالو كبيره. الفوطه واخا خفيفه ولكن كتمسح. 120 درهم 120 درهم غنبقاو ديما فيها. وفيها هاد المرتديله ولا المفتوح ديالو، شفتوا فيها الموطاق ولا الاصفر، في هذا الاخضر هذا التيخكوا، فيها الترابي ولا السومو، هذا السومو الباج هادو 150 درهم 120 درهم. غندوزو دابا ديال 150 درهم ان شاء الله. هي هذه 150 البنات، راه غير دو بياس ب 150 درهم ياك، ولكن ها انت اختي لطيف ثقيله، هذه ثقيله في الشده ديالها وعندها هذا كي كنقولوا اييه كرشه ما مهبره. شفتوا ها هي ها انت هاد الكرونه هذا، هاد شفت اييه هادي 150 درهم غير دو بياس، 150 درهم غير دو بياس، دو بياس 150 درهم. الفوطه ديالها هادي قداش انت؟ راه من الرزه ديالي غتبان لك راه اييه. الله يعطيك الصحه، شاده ياك الصحه ما شاء الله عليك، افريقيه اييه بالصحه والراحه. فيها الكري هادو 150، فيها الغوز، الغوز فيها هاد الطريزه هكا كتبان بحال الموف، شفتوا؟ وفيها هاد الباج هذا العريسات ديالنا ان شاء الله، اييه هي وهذاك الابيض في الكري هذاك ياك. شوفوا هذا الابيض هذا حتى هو زوين، 150 درهم. وفيها هذا الترابي وتكادو العريسات علاش لا، وفي هذا الكوغاين مفتوح. الفانيده اللي كنا ناخذو من غوز فانيده. كاينين فوطات هادو صغارين هكا اليدين، هادو ديال هادو الحمام تحطيهم في الحمام، بزاف ديال الاستعمالات. هادو 25 درهم 25 درهم 500 دريال. ولا بغيتي باكيه فيها الغوز، غوز انديان، فيها الابيض، فيها السومو، فيها الترابي، فيها الكرونه، فيها المرتديله. هادو هما اللوينات اييه. وكاين لوينات مختلفين لون اخر، هادو داخل فيه الازرق اييه، هذا لون اخر الكري. هادو تيمشيو ب 25 درهم، الكبار ديالهم تيمشيو ب 30 درهم 30 درهم انت باش يشوفوا القياس اييه. دابا بحال هذه انت او غيبان لهم القياس باش يعرفوا اشنو هو الفرق. الزرقاء ب 25 والكبيره ب 35، لا 30 درهم. 30 درهم كبيره ب 30 درهم وصغيره ب 25. وهما اللوينات اللي فيهم، فيها الابيض، فيها التيخكوا، فيها اللوينات هادو حتى هما معاهم ياك؟ لا هادوك وحدين اخرين، هادو ب 35 درهم. عندنا 40 اييه، هادو بحال اللي شفنا دابا فوطه كبيره بحال داك الشكل ب 35، هادو 40. شوفوا هادو ب 40 درهم، شوفوا الشكل ديالهم اييه، هادو ب 40 درهم. وفيهم حتى هما اللوينات، يعني الفوطه كاين من 25 وانت غاده مراحل كبيره. 25 باقي عندك تما كدير 60 درهم، هادي ب 60 درهم الفوطه من
خمسة أي ديكار زعما معروفة تال 40 درهم تال 40 درهم تال 60 وكاين واحد واحد القياس تجيبي لي زين بندوزو فيها هذا الأزرق بلومارين فيها هذا الفوشيا فيها الأبيض فيها هذا التخكوا وفيها هذا الغوز فيها الجري فيها الكرونة وفيها البيج الترابي أييه وكاينين هادو ديال 60 درهم فوطة كبيرة ب 60 درهم حتى هي مزيانة حتى هما زوينين البحر حتى هادو هادو المساء حتى في البحر زوينين لابيسين الدراري بزاف كيديوهم أييه يمسحو بهم خديت منهم هادو أنا 60 درهم زوينين أييه وكاينين هادو ب 70 درهم هادو حيت ماشي كاينش فيهم ديك الطريزة هادي ب 70 درهم والاخرين ب 60 درهم وكاين البنات عندكم تشوفوا تقولوا راه كتوصل للركبه انا راه قصيره هذا ماشي عرفوه اي حيت هذا قصارين طويله غتجي حتى جات تماك ما يقولوش ليا طويله بانت لينا حتى الركبه حتى الركبه هيت هادو 60 درهم و 70 درهم وكاين الكبار ب 120 درهم كل وعلى قد الجهد ديال حنا وافتخر وافتخر كتقولي كتقول لك عبر الله ناب الكلمه الشهيره ديالك حنا تنوريوهم كل شيء وهما يعزلوا اللي بغاو وكل ياخذ على قد الجهد ديال مرحبا ندوزو ان شاء الله مباشره للشنطه اللي حتى هي مطلوبه دابا اختي نادية راه كانت موجده قبل ما يقولنا نطلقوا العراس لا 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 انت خاصك تزاري كاينين هاد الشنطات شوفوا زينب ما جبتوش الصغار كاين غير هادو لا كاينه لداخل هادو البنات كاينه الكبيره وكاينه الصغيره شنطه بنتها بغيتي تاخذي الكبيره بوحدها تاخذها بغيتي الصغيره تاخذي الصغيره شحال تتبقى الكبيره بجوج كيكونوا ب 450 درهم 9000 ريال الكبيره ب 250 والصغيره ب 200 درهم دونك الكبيره ب 250 والصغيره ب 200 درهم بجوج راه ب 9000 ريال 450 درهم فيهم هذاك اللون فيهم هذا اللون هذا فحال نقول فحال البرونز تقريبا كاين هذا البلومارين هذا كاين الاسود كاين الكرونه للبوردو وكاين الكري زينب قلبي لي نشوفوا الروايد ديالهم ولا شوف الناس وشكروهم هادو منين حلينا شتو الروايد ديالهم فيهم فيهم ربعه ديال الروايد هادو تيمشيو هكا وفي هذا الكاش ديال السلسله حتى هو انت تكاشا بحال هكا تقدري تهزيها هكذا وفيها باش تسدي الشنطه ديالك شفتوا وحتى هذه كاينه لداخل وفيها الكود فيها الكود وهادو حتى يتمسحوا هادو بشكلهم بحال بلاستيكي يتمسحوا 250 الكبيره و 200 درهم الصغيره الطابي اللي كانوا جاو الناس وما لقاوهاش راها جات اييه المشعكه اللي كخلات انا دي اختي كتدخل كامله في لا ماشين اييه وفيها اللوينات اليوم ان شاء الله 200 درهم كاين هذا اللون هذا كاين الغوز المفتوح كاين الموف كاين هذا الكريب النواغ وكاين هذا البلو سيال بالبلوغوا 200 درهم البنات هذه راه غنيه عن التعريف راه متر ونص على لا جوج متر ولا بار ديالها انتما فيها هنا تتلصق اييه والله البنات الا صبنتهم في لا ماشين كصبنهم في لوطوماتيك كنجبدهم ناشفين والله ما كيتبدلوا ولا كيتغيروا كيبقاو ورطبين أيه. وانا دايره لهم 200 درهم راهم يشوفوا راه ارخص ثمن هو اللي كاين في لكل دار يلا نشوف مرحبا بهم 100000 مرحبا بهم الله يبارك البنات الله يعطيك الخير ديروا لنا لايك الله يعطيك الخير لايك 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 البنات غندير لكم جوله ان شاء الله اليوم البنات اللي طلبوني قالوا لي ما درتيش لنا جوله وعدتكم هذه السيمانه ان شاء الله غنوريكم الجديد في الاواني كاين تركيا كاين البلاد غنوريكم الجديد ان شاء الله في لي كول دارك غندير لكم واحد الجوله ان شاء الله شنو هو الجديد غنبدا لكم من هنا نبداو من هنا من البلاصه مذهبه كاين هذه الفراقه هذه ثلاثه ديال الطبقات هكا شوفوا معايا جاجيه هذه ب 220 درهم الشكل ديالها غادي حطها غير في وسط الصالون ديكور صافي بلا ما تخدميها ديكور غادي حطيه اي كاين هذا الشكل هذا 220 درهم كاين هذا الشكل هذا حتى هو 220 درهم شفتوا تجي هكا هذه بلا بحال هكا كاين هذا الشكل هذا شحال هذه 180 هذه 180 درهم هذه زوينه بهذا الثمن 180 درهم في الدوغي وكاين البيض ديالها حتى هي 180 هذه حتى هي ب 180 البنات كما كيقول خويا يوسف كيقول لك مسح خدمي بها ونشفي ونشفي شي هما كاتبين لهم نشوفوا
هذه ب 180 وهذه ب 180 باش يغسلوا باش يغسلوا بصابون باش تنشفيها عدم وضع الصينيه في مكان غسل الاواعي يعني اللي فيه مثلا الماء عدم استعمال مواد حاده يعني شي جيكس ولا نصحهم غير بشي حاجه رطبه يعني حتى هما تيعطيو كيقول لك باش تهلاو فيهم خدمي بها ومسحيها. بقاو لطيفه اختي انايا راه عندي بحال هذا الشيء في الدار 8 سنين 10 سنين الله يعطيك تمسحيه تمسحيه وتقاديه كيبقى مزيان. راه بنادم ولا ما حافظش على راسه راه كيبقى مزيان. بصح بصح تنساليو كما تي. نكملوا هذا الشيء اختي ناديه دابا ناديه اختي فرحانه مع الصول كاين هذه الفراقه هذه تاهي تجي على هذا الشكل هذا شفتوا هذه في هذا الابيض فيها ثلاثه كي وكيت يعني تديرهم على الشكل اللي بغيتي كتحلو حتى الا بغيتي تنقصي وحده راه كتحليها من هنا شحال هذه اختي زين هذه 150 درهم الكبيره ديالها كبيره 180 درهم هذه 180 الكبيره اللي فيها خمسه ديال الطبقات وهذه ديال ثلاثه 150 درهم وهذه ديال ثلاثه اللي كلهم هكا دايره 120 درهم هذه ب 120 درهم وكاينه هذه ديال تنحطوا فيها الكلينيكس ديالنا فيها المرايا من هنا اييه هذه ب 70 درهم هذه ب 70 درهم ثمن زوين هذه ب 70 درهم هذه القريعات هادو راه ب 200 درهم ثلاثه راه هادو ديال الدجاج حيتاش كاينين ديال البلاستيك اللي رخاص اييه هادو الدجاج هادو كانوا 220 دابا 200 درهم وهذه 90 درهم وهذه كتمشي هكا 90 درهم هادو حتى هما يتحطوا في كوزينه يتحطوا الشكل ديكور في الصالون الشكل ديالهم كيفاش داير زيلي زينب باش تبان لهم هالشكل ديالها كيفاش داير هذا دجاج وهذه بلاستيك باش ما يصديش وي هادو تيمشيو بثلاثه تيمشيو ب 200 درهم ونجيو للمفاجاه اللي عطاتنا اختي ناديه اللي هي هاد هادو تجي على هذا الشكل هادو تيمشيو في النايق تنحطوا فيهم الحلوى نحطوا فيهم الفاكهه نحطوا فيهم هادو اينوكس اينوكس وهذا دجاج ثقيل وهذه ديال بلاستيك هذه بلاستيك بلاستيك تتبان فحال ديال ما تصديش هادو كيبقاو كيمشيو ثلاثه ب 200 درهم هادو تيمشيو بثلاثه ب 200 درهم 4000 ريال والبلاطو هذا 180 درهم اجي تشوفي الشكل الاخر واخا هذا الشكل هذا فيه الدوغي شفتوا هذا تيمشي حتى هو ب 180 وكاين هذا ب 180 هذا حتى هو ب 180 هذا الشكل هذا هذا الكلاسيك 150 درهم هذا 150 درهم اييه شفتوا 150 180 180 نتوما كيبقاو لكم الفنيقات على الشكل اللي بغيتو كاينين على ثلاثه ب 450 درهم تيمشي الكبير والمتوسط اييه هادو تيمشيو بشحال قلنا هادو بثلاثه تيمشيو ب 450 درهم الشكل ديالهم عن قرب فيهم هاد العلامه هادي هكا عندي فيهم هذاك الشكل وكاين هاد الشكل الطاير هذا الطاير 480 درهم دائما تهلو 450 درهم كاين هاد البلاطو هذا المرايا هذا الصفر هذا ب 220 درهم داك 220 وكاين هاد الشكل وهذا كيبقى ب 4000 ريال 200 درهم مع ان هذاك صغير وهذا كبير ولكن هذا عامر هذا سامبل سامبل كاين حتى هاد الفراقات هادو حتى هما شحال تيمشيو هادو هادوك 190 درهم هكا تيمشيو ثلاثه ب 190 درهم هادو كاين هاد الموديلات اخرين بلاطوات كاين بزاف د الموديلات هادو 250 درهم 250 كاين هاد الشكل هذا على شكل فحال هاد الكوغميط هكا هذا 250 250 نرجعوا للطويبله ديالنا ندي اختي جابت لنا الكيكه صوبت لنا الكيكه في المول الجديد هذه راه كيكه ديال بصح البنات ها نتوما عندك اصحابكم ديال بلعاني هاي هذه راه كيكه ديال بصح ها هي صوبتها لنا زينب الله يخاف عليك يا زينب حاجه بسم الله ها المول هو هذا المول هذا صوبنا فيه ديال الجرانيت ايه باش وريتهم كيفاش كتجي الكيكه ياك كاين هذا الشكل هذا كاين هذا داير الكيك حتى الفلون الفلون حتى اللي باغا عندها شي ولي ما باغا تزوق كدير شلاضه هذيك شلاضه الصفه الصفه كتجي في الوسط كتجي في كوريا كاين هذا الشكل هذا داير الشكل اللي وريتيني هنايا شكل اخر هذا هذا هو هذا الاولاني هذا اللي صوبت لينا زنوبه ياك شحال تيمشي هذا 120 درهم 120 درهم المول عطيني المول نشدو نقول لهم الثمن هذا 120 درهم ثقيل
هذا البنات تقل هو اللي صوبنا فيه الكيك، وكاين هذا الشكل هذا، هادو 120 تقالين، كاين في غرانيت وكاينين في هذا الصفر وكاينين في الاسود، 120 درهم. قريعه تاع الماء بالكاس ديالها، هادو كنحطو من عند الراس ديالنا، هادي ب 35 درهم. كاينه هاد اللي تنحطو فيها الكيك ديالنا طبسي هكا هاد الشكل هذا، هذا 60 درهم، واللي بالغلاقه ديالو ب 80 درهم. 80 درهم. كاين هاد القريعه هادي هكذا 20 درهم، وكاينه هادي بهذا الشكل حتى هي ب 20، وهادي وكاين هاد الشكل ب 15 درهم. كاينين هادو ب 50 درهم، هادو كنحطو فيهم هكا العطريه ديالنا، ولا نحطو فيهم مثلا الزيت والزبده والزيت والى اخره بهذا الشكل هكا في الطبله ديالنا. عندهم بزاف استعمالات، وكاينين هادو حتى هما هادو حليلي انا ديال اختي، هادو حتى هما راه بلاستيكيين، هانتوما تجيو على هذا الشكل هذا، اييه هكا تحطي فيهم اتاي، تحطي فيهم السكر، تجيو على هذا الشكل هكا رخامي العطريه. هادو بشحال؟ 60. هادو ب 60 درهم، وهادو ب 50 درهم. وبحال مثلا اللي خدا شي واحد هادو باغي يزين الكوزينه، خدا هادو كلولين ياخذ معاهم هادي ديال السكر مثلا، جوج اييه جوج دقيق ولا السكر، هادو بجوج ب 60 درهم. درهم فيهم هاد اللون هذا، راه ماشي قصديره البنات، هادو ميلامين ميلامين ميلامين، النوع ديال البلاستيك ديالهم يعني بلاستيكيين، ما تخافي منهم لا يسقيو هاد اللون، يعني هاد اللون تيمشي مع هذا هاد الشكل هكا، وهذا يمشي مع هذا هادو تيمشيو 60 درهم ياك. الشكل هذا حتى هو تيجي بلاطو بهاد الطبيصلات هادو بالغلايق ديالهم، دائما هادو ماشي جاج و ميلامين، هادو لا مارك ديالهم صح راح تقيقلين، لا صحيين وتقال وماشي بلاستيك، ولا عارينهم لوليدات بلاص ولا شي حاجه، هادو زعما مزيانين. هادو 110 ديال الدراهم بالبلاطو ديالهم، بالبلاطو ديالهم بسته بالبلاطو 110 ديال الدراهم. كاينين هاد الشبيكات هادو تيجيو ثلاثه، هادو حتى هما اللي زوين فيهم انهم يتغسلوا، لانهم بلاستيك ب 60 درهم، وفيهم هاد اللون وفيهم هاد هاد الماغو هذا، شفتوا هادو ب 60 درهم وفيهم هاد اللون اخر هذا. وكاينين هادو ديال لي بلاص اييه 6 ب 25 درهم، هادو 6 ب 25 درهم تاع الكلاص هكا صغارين، كلاص سلطه فخوي صفت الحوايه، هادو ب 25 درهم. شنو اخر؟ واخا هاد القريعات هادو جاج، هادو اربعه، هادو هذا لاصق فيهم هذا لاصق، ماشي كيتحيد لاصق، اييه فيهم هاد الغلاق هادو هكا. شحال تيمشيو هادو؟ هادو 100 درهم، اربعه اربعه ب 100 درهم. كاين هاد الشكل عريض عليهم، كاين هاد الشكل حتى هو 100، هذا 120 درهم. كاينين هادو 150، هادو اللي بالجرانيت 150. دابا هادو كيبغيو يديوهم ها تعشينا حتى العطريه، اييه اللي بغى ياخذ مثلا هادو طلع العطريه ديالهم، شفتيهم اللي بغى يحط في الكوزينه، فيهم هادو جوج ديال الزياتات، وفيهم الفوق اربعه والتحت ثلاثه، شتي حيت كيتماشاو مع بعضياتهم غرانيت. شحال تدير هادي؟ الكوزينتو مرحبا بك. هذيك شحال تدير عندك؟ 200 درهم. هذيك 4000 ريال 200 درهم. وهنا 150، هادو تاهما 150 في الاحمر، بالنسبه اللي دايره كوزينتها في الاحمر، هادو تاهما 150 درهم. الطاسوسو طاس ديالو، اييه هادو ب 70 درهم. تاهما فيهم الصول 70 درهم. هادو ب 70 درهم تيمشيو. كاينين هادو راه كلشي كيعرفهم. اييه. ديال القهوه كلها. ستة ب 15 درهم اللي هما هادو كيجيو في كريطنا هكا، فيهم ستة هي ب 15 درهم، جوج ديالهم ممتاز. كاين هاد الطبسيل هذا كبير وديالو، هادو ستة، هذا راه كنا جبناه وما بقاش، هادو ب 60 درهم، 60 درهم الطبسيل كبير ستة والكبير ديالو، يعني سبعة البياسات ب 60 درهم، فيهم غير هاد اللون هذا، فيه غير هذاك اللون. هادي زلافة كبيرة، زلافة كبيرة وبنتها وبنتها، اللي بغا الكبيرة اللي بغا الصغيرة، لا الصغيرة ب 8 دراهم والكبيرة ب 10 ديال الدراهم. ما خليناهمش هاد السيمانة بلا قوس قوزاع، ياك دابا قوس قوزاع في الجبانية كان في الكوات. الميزان كيسولوا عليهم، اييه الميزان ديال الكوزينة، ديال الكوزينة ديال كاين هاد الشكل وكاين هاد الشكل، هادو 90 درهم، 90 درهم. وكاين البريق العاجب هادو راه ماشي كوكوط، كنقولوا الكوكوط القهوة، هذا الكوكوط ديال الكوكوط ديال بصح، هانتي هذا الكوكوط، هانتي هما راه كيعرفوه، هذا الكوكوط مول الطبعة اللي كيكون مطبوع من هنا ومطبوع من هنا ومطبوع من هنا، ياك
هادو الثقالين المزيانين اللي ماشي اللي كيعطيو الريحه ولا نشوف اللي ثقيل. ثقيل كوكو نيت. شحال داير هذا؟ الصفايه ديالهم مطبوعه. شحال هذا؟ هادو فيهم الاحجام بحال هاد الحجم اللي عندك شحال داير؟ هانت فيهم هذا اللي في يدك 160 درهم العبار الكبير، وكاين العبار الصغير 140 160 و200 ثلاثه عبارات 140 160 و200 درهم. هادو هما العبارات اللي فيهم، ولكن هذاك كلشي كلشي كاع وكاين حتى هادو العاديين حتى هما مرحبا بهم. هي كاين حتى هاد الشكل، كاينين في الانوكس وكاينين كاينين هادو ديال الكرانيت، هادو حتى هما بلاستيكيين ولكن الشكل ديالهم اييه. هادو خديتي اييه تاخدي اونسومبل كامل هكا هاد المعلقات بالعطريه ديالهم بالقريعات ديالهم. غندوز لكم هذوك الطباسل ان شاء الله. كاين هاد الشكل هذا في الطبيصلات، كاين هادو فراقات هكا 35، كاين هذا ب 40 ب 40 صغير ب 40، كاين هذا 18 درهم. هادو هانت راه داك الجاج ممتاز، راه ماشي البديع هذا، ماشي هادو ب 18 درهم. كاين هذا ب 40 بلاهر دي بلاصت لي سوس 40 40 درهم. كاين هذا الشكل 25 8 دراهم، ما فيش الثمن 15 درهم. ها هي 15 درهم. كاينين هادو هكا ديال لي سوس ديال 8 وكاينه ديال 11 درهم. كاين هذاك 13 مربع راه هو باش يبان لكم. كاين هذا داير ب 13 درهم. كاين هذا ب 15 درهم 25 درهم. كاين هذا راه كيطيب فوق البوطه، هادو ديال البوطه دايرين 18 درهم 18 درهم. كاين هذا مربع كبير شحال الثمن هذا؟ هذا 35 درهم. كاين هذا راه كياخذوه هما الناس حيت هذا كيمشي مع هذا ماشي فهمتيني، تيمشي هذا الكبير وتيمشي الصغير ديالو. اييه كاين هذا حتى هما لا مازال كاين هذا الطقم هذا تيمشي طبيصلات ياك وبالطاس والطاس كيمشي هكا تمشي بحال هذا الشكل. طبسي كبير غير سمعيني، في هذا واحد كبير وهادو كاينين كاينين 6 6 6 18 بحال قلتي 19 بياسة ب 200 درهم. 19 بياسة هنايا ب 4000 ريال ب 200 درهم. كاين هذا الشكل تيجي حتى هو هذا حتى هو 6 و6 12 24 بياسة ب 200 ب 450 درهم. هذا الشكل هذا تيجي على هذا الشكل هذا، هذا حتى هو كيكونوا فيه 12 12 12. تيجي هذا هكا مزوق رخامي، وتيجي هذا سامبل بزلافه ديالو تيمشي ب 700 درهم 700 درهم. هو ربع شحال فيه بياسة؟ فيه 24 بياسة. هذا حتى هو 24 بياسة تيجي هذا الشكل. هذا بغينا نوريناهم غير يكولو. هذا تيجي هكا. اييه. تيجي وهذا وكبار. حطيناه ليهم كامل باش يعرفوا كلهم كيجيو بحال هكا. بحال هكا، هذا حتى هو ب 700. بياسة. أيه. هذا حتى هو تيجي ب 724 بياسة تيجي هكا، تفصيل كبير متوسط. هادو السليفة حتى هو الشكل ديالو باش يمشيو ب 700 درهم. ولكن هذا راه سميتو زوين. جودة عالية ماشي. زوين هذا تيمشي ب 700 درهم. الطقم فيه 24 بياسة ب 700 درهم. وهذا فيه 6. هذا الطاس والطاس ديالو هكا 70 درهم 6 70 درهم 6 ديال لي طاس و6 ديال الطبيصلات ديالهم 70 درهم الطاس. وحنا راه كنقلبوا لكم ديما على الجوده حتى في الجيره. هذا الترونسبارو فيه راه الجيج راه فيه بزاف ديال الكاليتي. كاين هذا الشكل هذا هذا بديع البنات. كاين هادو تيجيو ثلاثه هكا 150 درهم 180 درهم. كاين هذا البيض وكاين الاسود 180 درهم. ندوز لكم لهادو اللي دابا حتى هما هادو هادو كيمشيو ثلاثة تيمشيو هكا 200 درهم تيمشيو رخامي تيمشي الأسود بحال هاد الشكل كيكون هاد الكبير المتوسط والصغير ديالو تيمشيو 200 درهم. كاين في الأسود وكاين في الأبيض وكاين حتى هاد الفراقة على هاد الشكل 180 درهم بحال شكل سليلة هادي تتحيد هادي أييه يعني تقدري تخدمي بها هكا وتخدمي بها هكا. هادي شحال قلنا 180. كاين الصلاديه ب 200. كاين هادي حتى هي كاين هادي حتى هي 200 درهم هكا هاد الخشيبه ديالاش كتحط. كاين هذا بريق هكا بلي طاس ديالو هكا باليد ديال العود هادو ب 300 درهم مع هاد الطبيصيل ديالهم حتى هو العود 300 درهم. اييه كاين هاد الطاس والطاس ديالو هادو هكا تلعو زوينين حتى هما الشكل ديالهم العشاق القهوة هادو ب 180 درهم. هذا ب 120 وهذا في هذا الموديل الطاير 120 درهم.
وهذا الموديل فيه الابيض وفيه الاسود وفيهم الابيض وفيهم الاسود. هذه السليله هي نفس الشيء فيها الابيض وفيها الاسود. ها هي كاين هذا الشكل، هذا 150 درهم تحطيها بحال هكا حتى هي. وكاين 160 هذوك اللي يكون طوال واحد طويل وواحد قصر منه، واش تيمشيو الوحده جوج 160، تيمشي الكبير والصغير ديالو تيمشيو ب 160 درهم. كاين واحد السولد في الكاس اللي هو هادو اللي كانوا ب 75 دابا ب 65 درهم ان شاء الله. كاين هذا الموديل، هذا الكيسان ب 65 درهم. كاين هذا الموديل تا هو ب 65 درهم. كاين هذا تا هو ب 65، هذا الشكل تا هو ب 65 درهم، هذا ب 75. نشوفوا موديل جديد. موديل جديد كاين هذا، هذا كنا درناه شحال كان هذا؟ لا هذا جديد، هذا باقي جديد، هو راه ديال هادو 100 درهم كريستال. اه هادو 100 درهم، هادو 100 درهم. كاين هذا الشكل هذا فيه الضوء واخا، هادو 100 درهم. شوف هادو تما 100 درهم، هذا الشكل هذا تيجيو هكذا، هما تما 100 درهم. كاين واحد الموديل ب 80 درهم. نشوف هذا حيت هذا كيمشي اللي زوين فيه تيمشي 6، غير حاطينو هكا، غير حاطينو نتوما هكا 12 صفر ولا 12. هادو شحال دايرين؟ هادوك 200 درهم، هادو 4000 ريال تيمشي كاين فيهم صفر. انا صحابتني هما تيجيو 6 6 حيت نتوما اللي حاطينهم هكا. كاين هذا، شوف هاد الموديل هذا فيه لارجونتي وفيه الدوغي وفيه اللوان، فيه الموف، يعني كيكون هنا هاد التحت ديالو فيه اللوينات. شحال تيمشي هذا؟ 80 درهم. تيمشيو هادو ب 80 درهم. كاين الدوغي ولارجونتي. هيا نشوفوا موديل اخر. كاين هاد الشكل هذا ديال الكاس، حتى هو هادو الكاس ديال طاليان، هو داك الكاس الثقيل. هذا كان ب 200 درهم، دابا 170 درهم. 170 درهم 12 كاس ب 170 درهم. هادو كاين كيسان البنات تبدا من 65 درهم، يعني كل شيء يمشي على قد الجهد ديالو. كاين وكاين هذا ديال الشعبي اللي مشى وبقاو الناس ديما كيسولوا عليه، الشعبي حيت فيه زعما داك الحصان، حيت فيه مسمينو كاس الشعبي. كاس الشعبي هو هذا. هذا تا هو 170 ولا؟ اه تا هو 170 بدل 200 درهم. شنو اخر نشوفو؟ هادو تيمشي هاد الطبيسيل هكا، هذا زاج تيمشي ب 6 بياس. كاين حتى بالكرتون اللي بغا يديه كادو، راه 150 درهم. 150 درهم اي تمشي تا كادو، هذا تمشي تا كادو. انت راه فين الزواقات؟ فين الزواقات. كاين هاد الزليفات عجبوني هادو، شحال تيمشيو هادو؟ هادو كيمشيو ب 100 درهم ب 6، هادو ب 100 درهم ب 6. هادو تاهما تيجيو في الحطه زوينه، نحطو فيهم الفاكهه ديالنا المملحات. ماشي هادوك اللي كيتقشرو، حيت دابا راه كاينين وحدين راه كيتباعو غير ب 8 درهم الكياس الصغيورين. كاين هذا حتى هو زوين عجبني الشكل ديالو، شفتو بصيل هكا. داك 90 درهم، هادو كلهم ديال الدجاج حتى هما ب 90 درهم. هادو ب 90 درهم، هما هادوك ديال الدجاج حتى هما كلهم ب 90. واخا هادو كلهم ب 90 درهم تيمشيو هكا، تنحطوهم في الطبيلات ديالنا، نحطو فيهم داك الورد اليابس نحطو فيهم، شفتو هادو كلهم ب 90 درهم. كاينين هادو 75 65، كاين هادو حتى هما تيجيو ثلاثة هكا 90 75 65 تيمشيو هكا. نحطو فيهم لي بونبون، نحطو فيهم بزاف ديال الحوايج الفاكهه ديالنا بهذا الشكل هذا. ثم كاين هذا ب 18 درهم، كاين هذا الشكل، كاين هادو فيهم حتى هذا اللون هذا، كاين هذا الشكل. شحال هادو زين؟ هادو 150، هادو 150 درهم، يعني كاين بزاف ما يتشاف. انا درت لكم غير جوله. كاينين البراد، كاين البراد الغليظ، البراد الثقيل، كاين البراد الخفيف، شفتوا هذا الشيء كامل متوفر. كاينين المعالق، كاين القراعي على اشكال اخرين، شفتوا كاينين هادو الطاوه كتجي شحال هنا 3 بياس، كتجي مقيله وكسرونه والكميله ديالهم، تيمشيو هادو ب 500 درهم. كاين مقالي هنا كل عبر والثمن ديالو. مهم كاين ما يدار، كاين الكاسرونه، كاين هاد الموديلات، هادو القريعات هكا، كاين هاد الشكل هذا، كاين هادو تنحطو فيهم الحليب. بالنسبه للبنات اللي عندهم قنوات الطبخ هادو تيخدمو زوينين. هادو الشكل 35 درهم، كاين هاد الشكل 55، كاين هاد الشكل هذا، كاين هاد الشكل هذا. هادو تيجيو في الحمام، تيجيو حتى في الكوزينه. ها هما استعمال، ها هما شفتو الاستعمال ديالهم. هادو دايرين 120 درهم، فيهم البيض الكحل ولا فيهم غير الاسود؟ البيض الكحل
فيهم البيض والكحل. شوف على هذا الشكل، هذا هذه ب 120 درهم، الطوابله هذه ب 120 درهم. لكم البلاصه اللي تعجبني بزاف هي البلاصه ديال مواد التنظيف، ما كايناش شي مره ما تعجبهاش هذا الشيء، تعرف الجديد وتعرف شنو كاين دائما الجديد. الجديد في جافيل، كاين جافيل بالنسبه للناس اللي عندهم الحساسيه، العائلات اللي عندهم الحساسيه، كاين هذا جافيل هذا هو مزيان. الحساسيه في يدينا كنقولوا، كنقولوا يعني انا منهم، بقوه ما كنخدموا جافيل كتولي يدينا بحال طيبه. وكنوليو نحكو، ما كايناش شي مره اللي ما تكونش كدير جافيل ما تكونش كتحس ملي كتكملي في الليل كتشدك واحد الحكه في يديك في رجليك كتقولي مناش راه جافيل. دونك اليوم ما شاء الله كاين جافيل ضد الحساسيه. الحساسيه وهذا البيض كاين هذا ديال جوج ايترو كيمشي ب 14 درهم، وديال 4 ايترو 25 درهم، الكبير تيمشي ب 25 درهم. وفيه جوج، فيه صفر. الصفر هذا الصفر حتى هو فيه جوج ديال الاشكال، هذا هو جافيل العادي اللي كيبيض ديال الحوايج، وكاين جافيل ديال الماعن. جافيل ديال الماعن صافي يعني منين معقم كتغسلي به الطباسل وداك الشيء على حسب الماكله، حيتاش هو جافيل ماشي صحي زعما، ماشي كونسيي تغسلي به الماعن. دابا هذا جافيل ديال الاواني ديال الماعن، وهو راه مجهد، راه فيه الريحه، حيت ملي قالت لي قلت لها شوفي حنا ما شميناش ريحه جافيل مجهده ما كنقولوش نقينا، ملي شميتو فيه ريحه ديال جافيل وفيه الريحه ديال الصابون. في ريحه جافيل في ريحه الصابون، 14 درهم حتى هو. وهذا جافيل العادي اللي كيبيض، اللي تيبيض، اللي كنت انا نيت خديت منه هذا سالا ليا وعاود خديت منه. جا واحد عوض ما دير المرا تيدو جافيل، هي تيعطينا واحد الريحه خايبه ملي تنخلطوا جافيل و تنبغيو نسيقوا. هذا هو مصاوبينه هما، شمينا قبيله شمينا شمينا قبيله 13 درهم حتى هو. 13 درهم هذا جافيل فيه الصابون وجافيل التسياق، يعني ما تحتاجيش تخلطيهم. هاد البوماده جات البنات ولكن هاد الشيء اللي كاين يعني في بلاصتها مقارضت عجيبه، حيت انا كان ديك السيمانه سالت لي والله الا خديت غير وحده، قالت لي انا ديال خويا جوج، قلت لها ناخذ غير وحده وخلي البنات يجيو يستافدوا. هاد الشيء اللي بقى فيها، بقى فيها خمسه الحبات. الجديد هو هذا اللي هذا كان كيغسل الاسطح وكيحيد منهم الليدان، ولكن هذا بالنسبه للناس عاوتاني اللي عندهم الحساسيه من جافيل ما كتقدرش تشم داك جافيل. هذا بالاكسجين باش ما باش ما كيضرهمش في يديهم، وعلى حسب عاوتاني الريحه. الريحه 18 درهم. 18 درهم كاين هذا رجع. اسمحي لي يا زينب، كاين الناس ما كتقدرش تشم ديك ريحه جافيل ولات فيها الحساسيه ديالو، هذا غير بالاكسجين، يعني حتى هو تينقي تيبيض تينظف تيعقم وبلا الريحه ديال جافيل. هذا دائما هادو كيريكو، يعني هاد هذا مزيل ديال الطبيعه، هذا راه شحال من مره جبناه وعاودنا جبناه، ديال الحوايج كترشيه فوق الحوايج عاد كتلوحو وتصبنا راه الحوايج والصباب. اييه 18 درهم. هذا ديغريسون توتال ديال اي حاجه، ديال اي حاجه، اي حاجه. هذا حتى هو ما كيبقاش، حتى هو 18 درهم. وهذا سبيسيال كوزينه، هذا هذا خطير، قلتها لكم البنات، رشيتو على الفران على البوطه كلشي كيهبط، داكشي كله كيهبط كحل. اها شوفي لها جليش الارض. هذا ما بين هذا ولا هذا، هذا غير كيخلي جبري، ولكن هذا اللي كنقلب ديال التنقيه. ها هو دونك البنات، هذا اييه مرحبا مرحبا. مرحبا بك، هذا 15 درهم تيلمع الجليج ولا الرخام، حتى رخامة الكوزينة كيكون عندنا في البوطاجي في الماء. وحده في الماء، وهذا تيخرج، هذا 8 درهم. 8 درهم 8 8 درهم، هذا 15 درهم. كاين هذا اللي كنا ورينا ديال 5 اطرب 50 درهم، هذا كيمشي مزيان، وعاودوا رجعوا ليه. هذا يعني تيطلع اقتصادي، كيجي بحال 10 دراهم لتر، 10 دراهم لتر، 5 لتر ب 50 درهم، تيطلع اقتصادي ومزيان حتى لليدين. جا هذا ديال التواليت، ايه حفظكم الله، ب 15 درهم. منظف كاين في هاد الابيض، وكاين هنا عاد كتبدل غير الريحه. كاين جات هاد الكوتاكو ديال كيريكو، كل ما كيبغيش يدير سانيكرو، وكاين كاين اللي كيدير هاد الكوتاكو، هادي ب 15 درهم، حيت هادي كونسونطري، كديري منها غير شويه، وكاينه هادي ب 12 درهم. البرودوي اللي جا جديد، جا هذا ديال الباركي، ديال العود، هذا نخدم لنا بلاكارات من الام دي اف، يخدم ليهم الاثاث والاخشاب كاملين. صافي البنات، هذا نشوف، انا كنت في راسي كنقلب عليه، 15 درهم، 15 درهم، هانتي كيكون ثقيل، كيكون ثقيل. اي برودوي من هادو خاصك تخلط قبل ما تستعمل، البرودويات كاملين خاصك تخلطيه عاد تستعمليه. هذا ديال الاواني، هذا كيغيكو ب 15 درهم، فيه الحامض وفيه هذا الاخضر، هذا
كسمه الحامض. جا اللون جداد في اللون جداد في سانيكروا. جاب في كيريكو دائما. جاب هذا الزرق هذا، هذو الوان جداد دائما 13 درهم. 13 درهم انت هو رجع. خديت هذا المعطر داك الاسبوع عندنا زوين، حتى كنبغي في الليل نعس وكنرش في البيت. هذا كترشي على المخا الاخواني المخا ديالي وهذا وتنعس ريحته زوينه. انا خديت ريحه ديال ريحه الحمام. نجيو لهنا شنو الجديد هنا؟ الجديد جو منظف ديال الماء ديال ماشينا لافي سبيسيال ديال الحوايج الكحلين. هنا تنغسلوا الحوايج ديالنا كحل ما تيخليهمش بابهات، وكنقول الكحل بلومارين تيبهات لينا. كاين هذا ب 35 درهم في جوج اطرو، وكاين هذا سبيسيال هذا ديال الدراري الصغار، هذا الوليدات الصغار تنصبنوا مثلا بصابون الحجره. دابا كاين هذا الخدوي هذا يدار في لاماشين تصبني به حوايج وليداتك، حتى هو شحال؟ 35 درهم. كيختلفوا غير اللون اللي كيختلف غير هذا سبيسيال اللوان، هذا الدراري الصغار وهذا الحوايج الكحلين. وجا الكبير ديالو 45 درهم. طيب انا كانت سالالي يوم مشيت لبيب ما لقيتوش. ما لقيتوش. ما كنت خديته من عندكم سالالي. ديما دغيا كيتسالى. هادو عاوتاني جاو. هادو حتى هما نخ. جات عاوتاني ريحه جديده. ريحه جديده انا جربتهم. زوينين. كنت خديت هنا الخزامه فعلا تيمص ديك الريحه ديال الرطوبه اللي كتكون في الحوايج. والبرودوي ديجا جديد كانوا كيسولوا عليه الناس هو هذا. تتغسلين لا ماشينا لافي ديالنا. كيجي بحال هكا سائل كيتخوى في البلاصه اللي تنديروا فيها الصابون، وكتسدي على الماكينه وكتخليها كدور خاويه. تينظفها لمده 6 شهور قلتي كتبقى. 6 شهور هاد القرعه هادي كتخويها مره كدير لك 6 شهور ب 25 درهم. هاد القرعه 6 شهور كتخلي لك الماشين ديالك كتحيد داك الكالكا كتحيد داك كتنقيها من الداخل كيرجع داك الشيء بيض كتنقي كتحيد داك الكالكا داك الشيء وكتخلي فيها ريحه زوينه. 25 درهم. البنات الجوله اليوم سالات، نتمنى ان شاء الله كيف العاده تكون عجبتكم الجوله. ودائما كما كنقول لكم اللي ما شريت نزه، اللي ما شريت اللي ما شريت نزه مرحبا بكم. و100000 مرحبا. ما تنساوناش ملي جي وبارطاج باش تعوم الفائده. وكل سيمانه رحنا معكم في المفاجات. ويا ربي يا ربي يا ربي تقدرنا باش نساعدوكم دائما. يا ربي امين. ولا بيكم نتوما راه ما كنسوا والو. هذاك الشيء اللي كاين. راه بالحضور ديالكم باش حنا كاينين. والبنات انا كنعاود نطلبها منكم ونعاود نطلبها منكم جيم وبارطاج. وبسلامة عليكم الفيديو جاي ان شاء الله. سلامة. الى اللقاء ان شاء الله. مرحبا. مرحبا 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 لاله مرحبا مرحبا. انتم كتسمعوا غير الصوت ما عمركم شفتوها مباشره. شفتي مرحبا بكم مرحبا بكم.